جدري القرود أو المانكي بوكس الذي سوف يجتاح العالم ويكون أشنع من كورونا ورح يقتل الآلاف. يا حبايبي هذا العنقز حق القرود أو الجدري حق القرود معروف منذ أكثر من 50 سنة. هذه واحد. رقم 2، هذا المرض انتقاله من الحيوانات إلى الحيوانات، طبعا الجرذان القرود وغيرها، انتقاله من الحيوان إلى الإنسان أصعب، لأنه ينتقل عبر سوائل هذا الحيوان أو عبر التغذي على لحوم هذا الحيوان. والله لأني أعطس أنا والقرد سوا، ولا أني أكل لحم القرد ولا الجرذان يعني ولا الكلاب إلى غيره. رقم 3، هذا النوع من الأمراض هو مرض نادر علميا. ورقم 4، الوفيات بسبب هذا العنقز حق القرود من 0 إلى 1%، نادرة لا تذكر. ورقم 5، هذا المرض أبشركم أن له لقاحات موجودة من زمان، مطورة وموجودة، وهذه اللقاحات تعطي وقاية في حال أن وقد احتيج إليها. ورقم 6، إذا حدث هذا المرض فأدويته معروفة وموجودة، يستخدم لمضادات فيروسات، يستخدم لإلافة. ورقم 7، فبفضل الله سبحانه وتعالى وأبشركم بما أن بفضل الله منذ عشرات السنين قاعد ناخذ لقاحات الروتينية حقت الأطفال، اللي بعض الناس يقول ما دام هذه اللقاحات من ضمنها لقاح الجدري المائي، وهو لقاح له دور فاعل في حمايتنا الحمد لله وأطفالنا من هذا اللي يسمونه داء عنقز القرود. وأخيرا، هل عنقز القرود هذا أو المانكي باكس أو جدري القرود سوف يتحول إلى جائحة مثل كورونا ويتفشى في كل مكان؟ لا، ما عنده الأشياء المؤهلة لهذا الشيء أبدا. أضيف لكم كمان نقطة، ترى هذا المرض يأخذ له إذا أصاب أحد يعني من 2 إلى 4 أسابيع، ثم يسمونه عندنا طبيا سيلف ليميتد، يعني هو نفسه يحل نفسه ويذبري سيلف ليميتد، يعني الجسم نفسه يقضي عليه وما عنده مشكلة. أوصيكم أخيرا بألا نأكل لحوم الحيوانات المصابة، كلب، قرد، جرذان، حد منا يأكل قرود ولا جرذان ولا كلاب؟ وأيضا لا تحتك بهذه الحيوانات إذا صار عندها أعراض، حد منكم مع قرد ولا كلب ولا مع جرذان. كما أوصيكم أخيرا بألا تستمعوا للأخبار السيئة، وضبطوا مناعتكم، صحتكم، وامشوا كل خضروات، وسلام.